الرحمن الرحيم عرفنا أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا من دون عذر فيه كفارة إضافة إلى الإثم ووجوب القضاء والكفارة واحد من ثلاثه امور اما عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينه واذا كان الافطار على شيء محرم فالاحوط الجمع بين هذه الامور الثلاثه هذا لليوم الواحد فلو افطر في يومين ثلاثه عشر عشرين وجبت عليه عن كل يوم الكفاره ممكن بعض الناس تمر عليهم سنوات بعد بلوغهم لا يصومون عمدا هؤلاء عليهم ان يعطوا عن كل يوم كفاره يعدون الايام التي لم يصوموها ويكفروا عنها طيب اذا تكرر استعمال المفطر في يوم واحد يعني الصبح قعد تريق صارت عليه كفاره الظهر تغدى العصر شرب شاي يظل طول النهار يسرح ويمرح ياكل ويشرب مثلا هذا تتكرر عليه الكفاره لا الكفاره عن اليوم الواحد واحده الا في موردين اختلف فيهما وهما الجماع والاستمناء اجلكم الله بعض الفقهاء قالوا اذا كرر الجمع في يوم واحد او كرر الاستمناء وجبت عليه عن كل مره كفاره وهذا راي السيد الخوئي رحمه الله لو ان شخصا في شهر رمضان جامع مرتين ثلاثه في نهار شهر رمضان في اليوم الواحد أو نعوذ بالله استمنى هذا عليه عن كل مرة كفارة السيد السيستاني يحتاط استحبابا ولا لا وجوبا حتى في الجماع والاستمناء يقول هي الكفارة الواحدة لكن الأحوط استحبابا ان يكررها لو كرر الفعل الاثم يتكرر لانه مر علينا كلام هو ان الذي يفطر في شهر رمضان ولو ان صيامه بطل خلص صوم راح لكن يجب عليه الامساك تأدبا بقية النهار فكلما كرر استعمال المفطر تكرر الاثم عليه قعد يعصي ما قعد يحترم شهر رمضان لكن الكلام الان في الكفاره الكفاره قلنا ما تتكرر احتياطا في هذين الموردين الجماع والاستمناء الأحوط تكررها وما استعمل المفطر استعمل لو فرضنا أن الشخص ما نوى الصيام من الليل أساسا ومناوي الآن صار النهار ما دام بعد لم يستعمل المفطر هو عاصي مرتكب معصية ومو صايم لكن الكفارة لا تترتب الا بعد استعمال المفطر طيب ربما يشك الانسان انه هل فاته صيام في السنين الماضية كثيرا ما يحصل مثل هذا الشك يقول انا ما ادري بايام شبابي تركت الصيام او لا بما انه ليس متاكدا من فوات شيء لا شيء عليه لا يجب عليه قضاء ولا غيره قد يعلم انه ترك الصيام فتره لكن يشك في الأقل والأكثر يدري أنه في السنين الماضية أحيانا كان يفطر الحين كم مرة خلال هالسنين الماضية كم يوم أفطر فيها يأخذ القدر المتيقن يعني يقول نسأله نقول له يوم افطرت يقول إيه يوم شنو أكثر زين خمسة خمسة هم أكثر عشرة إلى أن نصل إلى رقم يقول والله بعد ما أدري عشرين مثلا وصلنا رقم ثلاثين يقول هذا ثلاثين أكيد افطرت أما أكثر من هذا لا أدري هذا القدر المتيقن يجب قضاؤه والزائد يجري فيه الأصل من يقول فطر فما ثبت عليه القضاء قد يكون الشك في ان افطاره كان لعذر فلا كفاره او بلا عذر يدري العام اول العام فطر يومين ثلاثه لكن لماذا افطر كان عنده عذر او بلا عذر القضاء واجب لان يعني يدري افطر اما اما الكفاره فلا لان الكفاره مترتبه على الافطار العمدي بلا عذر ولم يثبت ذلك الاصل براءه ذمته من الكفاره قد يعلم انه افطر عن عمد وصارت عليه الكفاره لكن يشك هل افطر على الحرام نعوذ بالله او لا يدري العام نفترض بعض الناس مو ملتزمين عندهم انحرافات يقول انا ادري مثلا هو يدري قبل كذا سنه يوم من شهر رمضان افطر راح قارب زوجته بس ما يدري زوجته كانت حائضا يوم قاربها حتى يصير إفطار على الحرام، وتصير عليه الكفارات الثلاث بناء على الاحتياط، أو لا لم تكن حائضة فكفارته مخيرة، أيضا الأصل أنه لم يكن إفطارًا على الحرام، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة. قضاء شهر رمضان نعم موسع قضاء شهر رمضان موسع السؤال هو انه لو ترك الانسان الصيام سنوات الان ندم قضى الصيام واعطى الكفاره هل تجب عليه فديه لتاخير القضاء للسنوات اللاحقه نعم الاحوط ذلك ان يعطي عن كل يوم فديه طعام مسكين هذا غير الكفاره عن كل يوم فديه طعام مسكين واحد يحسب الأيام اللي يدري فيها عشرة عشرين ثلاثين يدفع هذه الفدية طيب هناك موارد يجب فيها القضاء دون الكفارة عدة موارد اللي إذا الإنسان حصل منه هذا الشيء شيء معين الصيام يبطل لكن لا كفاره عليه واحد النومه الثانيه للجنب مر علينا انه لو ان الشخص اجنب في ليل شهر رمضان وقال انام الوقت واسع وفعلا كان قاصد يقوم يغتسل ولم تكن عادته ان ياخذه النوم يعني حاسب حساب ان يقوم واخذت النوم الاولى الى الصبح هذا صيامه صحيح ما عليه شيء اما اذا استيقظ بعد النومه الاولى ثم عاد ونام النوم الثانيه وسحبت النوم به الى الصبح عليه القضاء لكن لا كفارة النومة الثانية مو الثالثة ولا الأولى، الأولى أصلا ما تأثر ما راح صيامه يختل، الثالثة الأحوط أن يعطي كفارة، النومة الثانية إذا سحبت إلى الصبح عليه القضاء دون الكفارة، هذا واحد اثنين لو أخل بالنية ولم يستعمل المفطر نهار شهر رمضان نيته اختلت قرر أن يفطر لسبب ما صارت له مشكلة ويا واحد أو كذا صياح ومشكلة قال خلص أنا اليوم راح أفطر بطلت وأجا للبيت غاضبا كذا واجوا ناس مسحوا على راسه وطبطبوا على ظهره قالوا له عمي ما صار الا الخير كذا يلا لا تفطر قال خلاص ما افطر صيامه بطل لان النية ذهبت لكن لا كفارة بما انه لم يأكل ولم يشرب لا كفارة ومر علينا انه النية تروح ليس بالضرورة ان يقرر الافطار لا حتى لو تردد تردد افطر او لا افطر هذا التردد اللي حصل عنده هذا اخلال بالنيه ويسبب بطلان الصوم لكن ما دام لم يستعمل المفطر لا كفاره عليه صيامه باطل عليه القضاء لكن من دون كفاره هذا المورد الثاني اذا قال ما دام الصيام باطل اروح اكل واشرب اذا اكل او شرب صارت عليه الكفاره المورد الثالث من اكل او شرب وهو شاك في طلوع الفجر من دون ان يتفحص من دون مراعاة شخص قاعد بالبيت يقول ما ادري الفجر صار او لا، كان نايم وقعد من النوم والسحور حاطيه يمه قال اخاف اروح اطالع السماء واشوف الفجر صاير اكل وبعدين نشوف شنو القضية مثلا. اولا مساله سؤال يجوز هالشكل يسوي ايه يجوز ليش يجوز استصحابا لبقاء الليل عنده مؤمن او استصحابا لعدم طلوع الفجر من يقول صار الفجر فكحكم تكليفي يجوز له ان يستعمل المفطر ثم عقب ما استعمل الان اكل تسحر مرة عقب ما أكل لف راسه ونام قال ليش أطالع وأشوف شنو القضية راح نام وما قعد إلا ساعة تسعة الصبح إذا يسالوه يقولوا له أنت وصلاتهم راحت بالأثناء قالوا له أنت من أكلت متى كان الوقت قال ما أدري أنا شنت بالحجرة استصحبت بقاء الليل أو استصحبت عدم طلوع الفجر وأكلت وشربت ونمت ولا أدري ما الذي حصل صيام ونويت الصوم هذا صيامه صحيح اي صحيح يمكن يمكن الفجر مو صاير في احتمال عند استصحاب اما لو فرض بعد ان اكل وشرب طالع الساعه شاف لا صار له نص ساعه صار له نص ساعه الفجر طالع مثلا ساعه في مثل هذه الحاله يجب عليه القضاء من دون كفاره لو كان قد نظر راع الفجر وتصور أنه ما طلع الفجر وأكل شرب ثم اكتشف الطلوع حتى الصيام ما يبطل يعني فرضنا قام نظر في السماء شاف ظلمة الدنيا ظلمة فقال من ظاهر الفجر مو صاير دنيا ليل من اكل وشرب تبين يعني في غبار في موانع في الجو والفجر كان صاير بما انه راعى نظر صيامه صحيح السؤال هل المراعاة معناها النظر في السماء مثلا فقط او تكفي يكفي النظر الى الساعه وما شاكل ممكن يقال أن النظر في الساعة أيضا نوع مراعاة، لكن الأحوط أن ينظر في السماء. <applause> إي هو ينظر يلقي نظرة شاف ظلمة طالع يمين شمال شرق غرب ما شاف أي شيء من الضياء. المهم هذا أحوط أن ينظر في السماء ممكن أن يقال أي ملاحظة أخرى أي مراعاة أخرى أيضا تكفي الساعة إذا قلنا النظر إلى الساعة مثلا يعتبر نوعا من المراعاة ونظر في الساعة شاف ساعة ثلاثة والفجر يطلع بالأربعة أكل شرب بعدين تبين ساعته واقفة الآن ساعة خمسة كان إذا قلنا هذه تعتبر مراعاة خلص أيضا صيامه صحيح أما لو لم يراعي أصلا ما ما رح ينظر ويجوز لأن لا ينظر مو ملزم ليس ملزما بالفحص ثم تبين له أن الفجر كان قد طلع لما استعمل المفطر في مثل هذه الحاله عليه القضاء ولا كفاره عليه هناك موارد اخرى تاتينا ان شاء الله